كما وجه الرئيس السيسي بتذليل كافة المعوقات التي تواجه المزارعين وخلال افتتاحه مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي أضاف الرئيس السيسي أن المشروعات التي نفذتها الدولة ساعدت في تحقيق الإنجازات الحالية وأنا جاي دلوقتي شفت أن في أراضي في نطاق الأرض دي مش بتاعتك مش مش, مش تبع مستقبل مصر لكن تبع وزارة الزراعة والبحيرة إذا كنت أنا فاهم الدكتور مصطفى ولقيت الأرض دي أرض يعني مش واضح ان بيتعمل فيها شغل طب يا جماعه انتوا خصصتوا الاراضي للمطورين او للمستثمرين والاراضي دي ما اتزرعتش طب ما مع الناس اللي موجوده هناك تطلع اللجنه من وزاره الزراعه والري والمحافظه واي حد تاني طب لو في مشكله عند الناس دي من, من ساعد في حلها ما هي ارض وهم موجودين عليها بقالهم سنوات لو احنا وفرنا لهم الارض وما عندهم لو طب لو عندهم مشكله يا دكتور مصطفى طب ما نشوف ايه المشكله اللي عندهم نساعد ما دي ارض متاحه وممكن تخش معانا انا شفت كميه كبيره الحقيقه من الاراضي ما لقيتش عليها اثار عمل يعني فلو في مشكله عندهم نحل نساعد معاهم نشجعهم وبتاع عشان تتزرع الاراضي دي